مساء الفل على كل مشاهدي متابعي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، واهلا بيكم في لايف ولقاء جديد بنكون معاكم فيه دايما متابعين لكل اخبار كرة القدم العالمية. وطبعا منتخبنا المغربي بيستعد لودية من العيار الثقيل امام راقصي الصامبا منتخب البرازيل، الودية اللي واخدة زخم في كل انحاء العالم لان رابع العالم، لان منتخب الاسود اول ظهور ليه مع جماهيره في استاد احمد في استاد ابن بطوطة طنجة العزيزة، طنجة اللي استضافت السوبر الأسباني واستضافت منافسات كأس العالم للأندية في الفترة الأخيرة، بتستضيف حاليا الظهور الأول لمنتخب الأسود أمام البرازيل. مواجهة تقيلة قوي، مواجهة حلوة قوي، سهرة رمضانية جميلة جدا من ليالي المونديال اللي كانت في قطر في نهاية العام الماضي. واضح أن منتخب المغرب رايح بالطموحات العربية والأفريقية لحتة تانية. وليد الركراكي بيتحدى نفسه كل موس او كل مباراه، بيتحدى نفسه في الفتره القادمه مع اللاعبين اللي بيضمهم. النهارده تشكيلته هتكون ياسين بونو، اشرف حكيمي، نايف اكراد، جواد يامك، ورامون سايس. يعني واضح ان في توليفه من عناصر جديده، والجزء الحرس القديم اللي كان موجود في منافسات كاس العالم. في الوسط نصير مزراوي وحكيم زياش وعز الدين اناحي، طبعا اللي عليه كلام كتير في صفقات الصيف القادم. في الهجوم نور الدين مرابط ويوسف بوفال ويوسف النصيري. واضح ان منتخب المغرب نازل بالقوة الضربة لانه هيحضر لي فينيسيوس ورفقائه، هيحضر لمنتخب البرازيل. منتخب المغرب ما حققش الفوز على منتخب البرازيل تاريخيا في المواجهات المباشرة ما بينهم، مواجهتين انتهت لصالح البرازيل. بإذن الله النهاردة المغرب يتفوق، وما عنديش شك 1% ان المغرب هيتألق امام الجماهير الغفيرة اللي مالت استاد ابن بطوطة، اللي مالت طنجة. علم المغرب مسيطر على الأجواء احتفالية كرنفالية. نفسي يحصل النهاردة لمنتخب المغرب زي اللي حصل للأرجنتين وليونيل ميسي في استقبالهم الأول في بيونس آيرس، لما الجمهور الأرجنتيني عمل كرنفال احتفالي كبير لرفقاء ليونيل ميسي. منتخب المغرب مش أقل من الأرجنتين، الأرجنتين فازت بكأس العالم وهي البطل، ولكن إحنا بالنسبة لنا كعرب وأفارقة إن إحنا نوصل المربع الذهبي، إن إحنا نكون رابع العالم، إن إحنا ننافس الكبار، إن إحنا نفوز على أسبانيا، نفوز على البرتغال، نكون ند لند مع فرنسا. دي برضو إنجازات مش هينة. ومن هنا من القاهرة أكيد هنشوف في طنجة احتفالية للمغاربة، وأكيد هيكون الأشقاء في المغرب مبتهجين برفقاء حكيم زياش وبكتيبة وليد الركراكي. مباراة قوية جدا، كرنفال عالمي في الأراضي المغربية. المغرب مش قليلة في التصنيف العالمي حاليا، بيتبص للمغرب دايما إنها قوة او انها برازيل افريقيا او برازيل المنطقة العربية. ما بالك لما بقت المغرب هي رابع العالم، ما بالك لما بقت المغرب هي قاهرة كبار العالم في مونديال قطر. يعني يكفي اقولك ان البرازيل بكل هيلمانها ما قدرتش توصل لمربع الذهبي، وكانت ممكن توصل، ولكن منتخب المغرب وصل وناطح فرنسا ند بند في مباراة كانت فيها شرف وزهو للمنتخب المغربي. حاليا المغرب بتتنقل لحتة تانية. وليد الركراكي هو جوارديولا المنطقة العربية، لانه ماشي بطموحات وكرنفال او طموحات المنتخب المغربي، ومخطط لقدام في بطولة امم افريقيا في كوتيفوار اتأهل ليها رسميا المغرب، في كاس عالم 2026، وفي النص برضو في بطولة امم افريقيا. فواضح ان المغرب بتخطط لبناء فريق قوي يقدر ينافس على كل البطولات، يقدر ينافس على كل المعارك دولية او افريقية. واحنا قلنا لكم احنا ارتبطنا وجدانيا بالمنتخب المغربي منذ ما حدث في قطر، احنا دايما بيعجبنا كرة منتخب المغرب، واذا كان الامريكا اللاتينية عندها الارجنتين والبرازيل ففي افريقيا في المنتخب المغربي، واذا كان اوروبا عندهم منتخباتهم القوية كلهم اسبانيا البرتغال فرنسا. فقدرت المغرب انها تفوز على اسبانيا والبرتغال، وكانت كابا قوسين في مباراة السيمي فاينل بأداء عالمي ضد بطل العالم 2018 وصيف النسخة الماضية فرنسا، ومواجهة المنتخبات الكبيرة دي والفوز عليهم مش بالساهل ولا بالصدفة. والتحدي النهاردة وليد الركراكي طلب يلعب مباراة ودية قدام واحد من أكبر المنتخبات عبر تاريخ كرة القدم، منتخب الصامبا صاحب الخمسة كؤوس عالم، منتخب طبعا غني عن الحديث أو يعني أقوى المنتخبات، وكلنا بنعشق كرة البرازيل. ولكن المغرب واضح انها بعد في ظهورها الاول بعد قطر عايزه تقول لكل العالم ان انا بخطط ان انا اكون واحده من افضل منتخبات العالم، وان اللي حصل في قطر ده ما كانش صدفه. والجماهير النهارده مالت ملعب ابن بطوطه، الجماهير النهارده عايزه تستقبل الاسود احسن استقبال.
كل التوفيق للعملاق المغربي لأسود الأطلس النهاردة. أتمنى أن يتكسر عقدة البرازيل لمنتخب المغرب ويحقق النهاردة المغرب أول انتصاراته على راكسة الصامبا وتكون في كرنفال احتفالي. ومفيش حاجة صعبة، ما المغرب هي اللي عودتنا أن مفيش حاجة صعبة، المغرب هي اللي رفعت سقف طموحاتنا، هي اللي خلتنا نفخر بمنطقتنا العربية وبقارتنا الأفريقية. لأن لما توصل رابع العالم، لما تلعب السيمي فاينل في أكبر بطولة في العالم، تقدر تلعب في مباراة ودية بالسهل، تقدر تكسب منتخب البرازيل. وليه لا، وليه النهاردة ما نشوفش خبر ان منتخب المغرب ينصب سيرك للبرازيل او على الاقل يتفوق على البرازيل في اول ظهور ليه منذ مونديال قطر 2022. منتخب الاسود هيكون في يومه انا متأكد، والمغاربة هيعملوا كرنفال احتفالي ترحيبا بالاسود. هنستنى هنشوف ايه اللي هيحصل في اللقاء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر كل متابعي مشاهدي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، والى اللقاء في لايفات ولقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 ساعة رياضة. الى اللقاء.